طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، معنا ضيف جميل ورائع دائما، هو الشاعر المتألق سعود الطاثوب، وهو أصغر عضو لجنة التحكيم في المحافل الشعرية في الخليج والوطن العربي. حياك الله يا سعود، منورنا. يا مرحبا، الله يحييك أخوي محمد، تشرفني موجود وياكم. أبرك السعادة. حياك الله شاعرنا الجميل سعود الطاثوب. راح نسمع قصيدة اليوم، مثلت الكويت أكيد في محافل أدبية وشعرية جميلة. نبي نعرف أول شيء تجربتك في برنامج البيت. نعم، في البداية مشكورة على المقدمة اللي قلتيها، وبرنامج البيت تجربة لا شك أنها تجربة جميلة، استفدت منها شيء الكثير. يعني مرحلة انتقالية، كونك كشاعر نظم أو شاعر وتمارس وجودك وساحة كشاعر إلى أن تمارس كحكم، فهذا شيء يعني حمد ربي عليه والحمد لله. إن شاء الله نكون مثلنا المكان اللي احنا فيه ومثلنا الكويت خير تمثيل. اكيد كشاعر كويتي اكيد انت مفخره لنا، لانك قدمت في محفل مثل او برعايه مركز الشيخ حمدان بن محمد للثقافي او التراثي او شيء كذي. هذا شيء مفخره، بس كلمني عن تجربه البيت كانت عضو فيه، قدم شيء للشعراء او الشعر؟ اكيد، يعني برنامج البيت قدم الكثير للشعر. برنامج البيت يعني وشهادتي فيه مجروحه حاليا، لكن ما اختلفت شهادتي فيه لما كنت شاعر مشارك ولما صرت حكم فيه. برنامج البيت يوصل الشعر بأسهل طريقة ممكن تكون موجودة، يعني يستقبل آلاف المشاركات بساعة أو في نصف ساعة. يعني برنامج ضخم يحمل اسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأي شيء يحمل يعني يقوم برعايته الشيخ حمدان بن محمد بالتأكيد أنه يكون صداه كبير، فما بالك لما يكون شيخ وراعي وشاعر كبير، فراح يكون الاهتمام يعني أكثر وأكثر. فبرنامج البيت برنامج إن شاء الله أنه قدم شيء يفيد الشعر، ويعني بإذن الله. يقال أن برنامج البيت حاول أنه يسحب البساط من بعض البرامج اللي موجودة، البرامج الشعرية، لكن ما سحب البساط، وبدليل أنه توقف. والله هذا بحكم الجمهور يعني، لكن اللي أنا أشوفه برنامج البيت ما حاول أنه يسحب بساط أو حاول أنه يهاجم برنامج ثاني، بقدر ما هو حاول أن يخدم الشعر بالنقطة أكيد. الأولى النقطة الثانية حاول أن يخدم الشعراء كذلك، يعني يترك مساحة للمشاركة كبيرة، يترك مساحة كبيرة للمشاركة، وأسهل طريقة يعني صح أنها تكون مشاركة عن طريق تغريدة ومشاركة في السوشيال ميديا وتويتر وتويتر يعني هو الشاشة الحالية أتوقع. يعني شاعرنا سعود الطاثوب اليوم أنت معانا وبتقصد لنا، بنسمع قصيدة. والله تشرف، تفضل. يقول الطيب اللي قلبه أبيض ويمناه يمناه ما تمسح إلا فوق رأس اليتيمة يتيمة، اللي لي جيته تبي شيء تلقاه مثل النديم اللي يفزع لها نديمة نديمة من طيب رأسه ما اشتكى فقر مخباه، حتى لو أنه ذاق هجر وظليمة ولا تحدى كل واحد تحداه، الصمت عن بعض الحركات شيمة، وإن دارت الأيام وإن جاه ما جاه لا زال عندي للقريب حشيمة، هل يوفى وياي بموت وياه لأني كريم ومعطياتي كريمة، والله اليوم نحب له عبد يبلاه، تطمني يا نفسي المستقيمة، هو اللي يبي فرقاك عجل فرقاه، لا دمي وش قيمته دون قيمة، الله خلق إنسان والحمد لله، ما هو صحيح تعيش دور البهيم. البهيم الله عليك، صح الله لسانك. صح ابدانكم. رائع يا سعود، مثل ما عهدناك في المحافل، واليوم شرفتنا في ليالي الكويت. ليش؟ برنامج البيت ما نبي نعول عليه كثيرا، لكن شلون تشوف المشاركات اللي موجوده في المحافل الادبيه بالكويت؟ مهرجان هلا فبراير، دائما شعرانا يمدحون المحافل الخارجيه والكويت ما ادري. شوف الكويت سباقه بالمهرجانات وسباقه بالشعر ومخرجه النجوم اللي بالخليج، ما حد ينكر دور الكويت للشعر. نعم. يعني الشاعر السعودي، الشاعر القطري، الشاعر الاماراتي، يعني ما يمكن انه يكون نجم اذا ما مر الكويت. نعم. وكبار شعراء احنا نعرفهم كشعراء، لكن الجمهور ما يعرفهم مثل ما احنا اصحاب التخصص نعرفهم. فما ننكر دور الكويت، لكن صار فيه يعني شوي تكاسل، عدم دعم للشعر، صارت يعني صار الشعر المرحلة يعني الاهتمام الأخيرة يعني. نعم. الأغنية قبل الشعر، أي شيء يكون قبل الشعر. دام تطرقت حق الأغنية، قاعد نشوف أن الأغنية أصبحت جواز مرور لكثير من الشعراء.
هل هذا الكلام صحيح؟ والله صحيح. يعني أين سعود الطاثوب من الأغنية؟ والله ما نشوف لك أغاني وايد. والله أنا يعني الأغنية أسمعها وما راح أكون مثالي أكثر من المثالية يعني، لكن ما حبيت إني أصنع أغنية. نعم. ليش؟ يعني سبب الأمور يعني لسبب احتفظ فيه لنفسي، يمكن أنا أكون مخطئ أو أني أكون صعب، هذا شيء لله سبحانه وتعالى. بس أنت متخذ هذا القرار، لكن قرار أني أنا ما أدش في الغنية وأنا أحب الغنية ولا أكثر بالمذيعين بالملحنين في الفنانين، لكن ما أحب أني أخوض الغنية نهائيا. أحب أسمع شيء جاهز يا أخي، أنا محروم أني أسمع كلام جاهز، ودي أسمع شيء جاهز. لكن نهائيا سعود الطاثوب ما راح يكتب نص مغنى. والله شوف يعني عسى الله إن شاء الله يقوينا على اللي حنا فيه وعلى مبدأنا الحمد لله. ومبدئيا وأشوف أن الشيء هذا من زمان رأيي فيه، من أكثر من 10 سنوات ولا زلت ما حصل وكتبت قصيدة وتمنيت أنها تغنى أو حسيتها تصلح تكون أغنية؟ والله واجد في قصايد أقول هذه لو تغنى تسبب شيء يعني حلو، بس أنت رافض. لكن أنا شوي رافض. حلو. لا حتى ولو كان عنوان كتابك اللي أصدرته وطن عمري هو على أغنية موجودة للفنان الجميل عبد الله رويشد. تحية لأبو خالد عبد الله رويشد والشاعر الكبير مطيع العوني صاحب كلمات وطن عمري. بعدين عبد الله رويشد ومطيع العوني ما قالوا لي شيء على الديوان، انت ليش زعلان يعني؟ انا مش زعلان، خلني اكتب يعني. بس انت الحين في كأن ما بيقول تناقض، لانك انت رافض الاشياء او القصائد انك تغنيها قصائد. انا قلت لك رافض الصناعه، لكن قلت لك اني اسمع اغاني. ما في مشكله يعني، انا اسمع اغنيه لكن ما ابي اصنع اغنيه. وبعدين وطن عمري والله العظيم يعني ما كانت مقصوده يعني، عندي قصيده انا بعنوان وطن عمري. نعم. ويعني وطن عمري لها تأثير علينا كلنا يعني في مجتمعنا، وما في شيء أغلى على الإنسان أو على المواطن من وطنه. صحيح. وما في شيء أغلى على الإنسان من عمره يعني، فلما يجتمع غلات الوطن والعمر بالتأكيد يكون للكتاب قيمة يعني. هذا كان عنوان الديوان اللي أصدرته من سنتين. نعم. نسمع شيء منه. حاضر. شيء منه ولا شيء جديد يعني؟ اللي تبي. اللي تبي، احنا وياك اليوم وقصيدك كلها جميل حضورك. يقول يا مرحبا ترحيب تلبدوان بقدوم المطر. المطر. كل الليالي مباركة وبرك ليالينا تزين في جيتك بعد غيابك عن عيون اللي نطر، وعز الله انك في عيوني حاضرة لو ما تجين. مدري ايش كثر اشتقت لك لكن بديت احسد قطر، وندري ان ديرة قطر ديرة اجواد وطيبين، خذتك عن عيني وقلبي صار شاعر وانفطر، وأنا قبل ما كنت أعرف أقول حتى كلمتين بالمختصر، ماني بخير بغيبتك وضعي خطر، كتلة لحم وتشارك العالم بسحب الأكسجين، أصعب شعور تمر به رجال يزعلك العطر، لأنك لشميت العطر تذكر به المتعطرين، تعال أبشطب لك شطر فرقاك واكتب لك شطر، شطر يبيض وجهك نعدوه بين العاشقين، تعال أسمعك القصيد اللي ما هو لأحمد مطر، مع أني أحفظ له قصيد محفظوها المعجبين، ما للسكوت إلا الكلام اللي على بالك خطر، لا تستحين وبوقت فيه الناس ما هم مستحين، شاعرك صام وصام صام وصام الليلة فطر، يبي عقب هذا البطاء يفطر على شيء سمين، وانت الهنوف اللي طغى منظرك لين انه بطر، جل جلال اللي خلق له ورده بغماز تين، مدري قطرت من العسل ولا العسل منك قطر، يعذب من انسام الشفاء والطف من اجواء الحسين، بسرق ايامي معك وبطلب سنيني وطر، عمر جديد يعيد ترتيبي انا جدا حزين، اما بموت من الظما ولا غرقت من المطر، يعني كذا ولا كذا اموت بك بالحالتين. الله عليك، صح الله لسانك. قصيده فراق هذه. فراق فراق دائما يطلع القصيده الزين، عشان ما نفارق ان شاء الله. ان شاء الله. من اللي سرق عمرك؟ لا لا وطن عمري. لا لا بس سؤال، انت كانك اشرت الى شيء بقطر، دوله قطر. اي منو اللي بقطر كاتب؟ والله ما في احد بقطر. شلون كاتب قطر؟ يعني ما في شخص معين المفروض اني اقول اسمه. لا انت كان القصيده روحها كانت متوجهه لقطر. احنا عرفنا روح القصيده متوجهه لقطر. قلبك يعني وراح قطر. اي هذا يعني هذا الواضح سعود. لا ممكن راح قطر ورد يعني، ليش مو مقيمه بقطر، ممكن بالكويت وراح قطر. كانها اشاره لقطر، كانك وضحتها واضحه يعني. والله عاد نحب قطر احنا كلها اكيد، بلا شك يعني، فلا تلومنا على حب قطر اكيد يعني. ما تلام والله، ويستاهلون اهلنا اكيد بقطر، وقطر كلها حكومه وقياده وشعبا. لا شك. يقول تضحكين من السعاده وانا قلبي حزين،
الله وانحزنتي ما لقيتي سوى صدري صدر صدر الله. تضحكين من السعادة وأنا قلبي حزين حزين وانحزنتي ما لقيتي سوى صدري صدر كنت أبكي من يبكيك مرة مرتين حافظك من قسوة الوقت والوجه الودر كل جرح يزعلك يوم يزعلني سنين وتكدر كل ما شفت في عينك كدر كنت أشوفك كل مصباح شمس العالمين وبالمغيب أشوف وجهك على ضوء البدر كنت أشوفك غالية فوق فوق الغاليين ومن رفعك بعيني الفوق نزلك الحدر ما دريت أنت لي الحب جرح ودمعتين كيف راحت 9 سنين من عمري هدر والله إن اللي ما هو زين لا يمكن يزين كان ما تدري يا قلبي علشاني أدر والله إن الطيب ما مات بين الطيبين والوفا موجود بالناس لكنها ندر والله عادي لو غدر فيك بعض الغادرين لكن اللي ما هو عادي إذا الوافي غدر الله على الوفا الله على الكلام صح لسانك من اللي غدر فيك يعني شوف فيه القصايد ما تحتاج أن يكون في شخص يعني غادر فيني عشان أكتب تصدق أني أكتب مرات قصيدة حزينة وأنا بقمة فرحتي يعني بس الإحساس إيه هذا إحساس يعني فأنت عندك يعني مشكلة بالإحساس أنت لازم الواحد يعني يجرحك عشان تحس بالقصيدة دائما إحنا لما يعني. نسمع القصيد نقول كنا واحد قاعد يقول قصته ويحس يعني. فيها اللي قاعد يسمعها هذا نوع من أنواع القصيد إي نعم إي بس محمد مو راضي لازم بيخلي شخص بيوهقنا ولا بيدخلنا بموضوع لا لا فعلا لا. يعني أنت لما تكتب الكلام يكون نابع من قلبك يمكن يأثر بشخص أكيد. قدامك أكيد. يكون مار بنفس المشاعر اللي مريت فيها أكيد أنت لما تكون شاعر من شاعر لما تقول أنا شاعر لنفسي ما راح تطلع بالإعلام ما راح تظهر أما أنت قبلت أنك تطلع بالإعلام يعني الله أعطاك محبين ناس تحب تسمع شنو عنده من جديد شنو فهذا ما هو إلا يعني تقدير للناس نعم. وأن الشاعر صحيح يكتب مرات أمور يحس فيها لكن في قصايد كثيرة هو ما عاشها لكن أنت عايشتها محمد عايشها توصل بنفس الإحساس وكثير اللي عايشينها نعم توصل بنفس الإحساس يعني قاعد نشوف الغدر والوفاء وبالإحساس نفسه قاعد تقول إنك كتبت نعم. قصيدة حزينة بقمة سعادتك ممكن يعني معقول عجبني موضوع لامست الكل وأنت إنسان عادي كاتبها وأنت تضحك هذه ميزة صراحة لا بالعكس يعني الحين المسلسلات مؤلف المسلسل يعني عاش الأدوار اللي موجودة بالمسلسل لا بس لا بس كتبها بروح حلوة يعني مع هو طال عمرك صنع حزن وصنع فرحة ممكن يتغمص وتغمص لك. الشخصية هذه نعم حلو عرفت؟ حلو سعود اليوم في أحد الشعراء لما أعلننا في مواقع التواصل الاجتماعي اتصل فيني وقال أبيك تسأل سعود الطاثوب سؤال عن شطر لكن حركات الفراق لكن معروف. حركات الفراق معروف قصيدة نسمعها عشان نعلق عليها بشوي نشوف شنو قصتها حاضر هم فراق؟ أي كله فراق اليوم كله فراق قول عندي أمل عندي أمل باللي مخاب الرجا فيه فيه إني عقب هذا التعب راح أشوفه يستاهل أتعب له عسى الله يخليه عسى تعب كل السنين مخلوفة سلم علي وراح ما عرفه وش فيه لكن حركات الفراق معروفة هقفة مثل مقبل يديه بمخابيه واحترت في نظرات عينه وخوفه منظر ما يرضيني ولا يمداني إنك تشوف اللي ما ودك تشوفه ليته معلمني ظروفه وداريه أنا حبيبه راح أداري ظروفه وهو القصيد العذب أجمل معانيه لو الله إلا كان مجمل حروفه كان يتلذذ في قصيدي يغنيه وهو سوالف أغنية ومعزوفه وإذا زعل بس ألمس كفوفه أرضيه مدريش على قلبه بلمسة كفوفه أغليه وأغلي من يحبه ويغليه وعوف كل اللي يفكر يعوفه ضيف خذا قلبي ولا قلت لها ليه والرجل مثلي ما يزعل ضيوف الله صح عليك صح الله سامح صعب الفراق صعب جدا الله لا يجيب فراق بين الأحبة يا رب إن شاء آمين الله يا رب آمين إن شاء الله لو عدت معاك إلى برنامج البيت برنامج حقيقة يعني أتاح فرصة كبيرة لكل الشعراء خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي الآلية جميلة نعم. أنت كنت أحد أعضاء لجنة التحكيم نعم. وهذا شيء مفخر لنا وشهادتنا فيك مجروحة لكن في اسم كان متواجد نشوفه بشاشات لكن مو متواجد هو الشاعر الجميل نوجه له تحية أكيد سعد علوش نعم. شنو كان دوره في برنامج البيت نعم أول شيء رحب بالشاعر الكبير سعد علوش بلا شك أبو جابر هو المشرف العام الشعر في برنامج البيت كان مشرف عام الشعر في برنامج البيت
وكمهنيا يعني هذا دور الشاعر سعد علوش انه يكون متواجد. للامانه كان حريص اكثر مننا احنا كحكام، وكان يعني احد اعمده برنامج البيت الرئيسيه سعد علوش. سعد علوش من جميع النواحي ما شاء الله. نعم، من ناحية يعني الشعر، من ناحية الفكر، من ناحية الفكرة كبرنامج. فسعد تقريبا يعني كان الشاعر سعد علوش هو المشرف العام على برنامج البيت. نعم، كان المشرف صراحة العام. صراحة حيي ووجه له تحية على هذا النجاح الجميل. نعم، هو استمر لثلاث أعوام، لثلاث مواسم، وبإذن الله إن شاء الله بنشوف رابع وخامس إن شاء الله. بإذن الله رابع وخامس وعاشر ما دام أنه موجود بدعم كريم من الشيخ فزاع نوجه. نعم، الشيخ حمدان أهد دبي. نتمنى يكون معنا ضيف إن شاء الله في ليالي الكويت قريب. والله نتمنى، كل الكويت تتمنى وجود الشيخ. والله بس أنت لك علاقة فيه يعني. والله كل طيب له علاقة بالشيخ. أكيد بالشيخ. التواصل الاجتماعي، بعض الشعراء لجأوا إلى التواصل الاجتماعي. نعم. نشوف أن سعود طاثوب ضد هذا الفكر. ضد التواصل الاجتماعي؟ نعم. من أي ناحية؟ أنت ضده ولا وياه؟ لا معاه، أنا ماني معاه. وياه يعني. أنا مع التواصل الاجتماعي، للتواصل المفيد. ما شاء الله. مو للتواصل نفسه. نعم. يعني ما شاء الله. ما يصير أن يكون متواجد لأني بس موجود. ما شاء الله، يعني سعود الطاثوب نشيط جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر من 90,000 متابع. والله يزيدهم. الله يزيدهم إن شاء الله. شلون تتعامل معاهم؟ والله لما تتعاملين مع 90,000 محب راح يكون تعامل سهل. نعم. فلما تتعاملين مع 10 متابعين ولكن غير محبين يكون شيء صعب. حاسة إنه يحبونك؟ إيه كثير. ليش الشعراء شلون يقدرون يزيدون متابعينهم كشعراء؟ بتواجدهم، يعني التواجد اللي يليق بمكانهم. يعني بالقصيد، بالتواجد، بالتواصل، والتواصل الاجتماعي اللي قال عليه محمد. أنا حتى في الانستغرام ما أحب أن يكون موجود الانستغرام، لأن عندي أكاونت بس أني لازم أحرك. لا، ودي أن يكون موجود وتواجدي كله قيمة يعني. نعم. حتى كظهوري برنامج مثل برنامجكم هذا، أنا أتشرف أن يكون متواجد معك ومع محمد. نعم. لأن الأمانة يعني محمد أخو عزيز وأحبه من زمان يعني، وهذا ثاني لقاء مع تشرف. أنت الشرف الله يسلمك. فأحب أن يكون بالمكان اللي الناس تحب تشوفني فيه. حلو. في تواجدك في تواصل اجتماعي، في التواصل الاجتماعي كشاعر، تشوف في بعض السلوكيات من الشعراء ما هي مقبوله لك يا سعود طاثوب بصراحه؟ والله هذه شخصيات يعني يا محمد، متواجده في الشعر ومتواجده في الفن، فانا ما احب اني اتضرر للامور اللي ما تعجبني حتى من ناحيه الشعراء. اي بس موجوده يعني. موجوده يعني، هذول اشخاص بالنهايه يعني اصحاب مواهب، موجود فيهم الشيء اللي يعجبني والشيء اللي ما يعجبني، لكن انا ما يعني اللي ما يعجبني ما اشوفه يعني. نعم. الامانه بس. نعم، يعني موجود حضرتك عضو لجنه التحكيم. نعم. يمكن انا اسمع الشعر، لكن شلون اقدر اعرف الشعر الجميل من الشعر اللي مو جميل؟ شلون اقدر اتذوق الشعر؟ اللي لامسك، اللي تحبينه، الشيء اللي يدخل القلب، لا شك انه منبع من القلب. نعم. فالشعر يعني بالنهايه كل شاعر مشكور، لان هذا قاعد يفكر بكلام حلو. نعم. حلو. إذا وصل قلبك الحمد لله، ما وصل قلبك يوصل قلب غيرك. وكم متخصص؟ كمتخصص يعني في عاد في شعراء يعرفون يلامسون الجرح. نعم. يعني هذا يعتمد على ذكاء الشاعر. مثل منو؟ تقدر تذكر لنا اسم؟ يلامس جرحك. كويتي، شرط يكون كويتي. شاعر؟ كويتي يلامس جرحي؟ ما عندي جرح أنا يا أخي عشان يلامس إحساسك. حلو. كثير شعراء كويتي يعني لو بعددهم والله. حلو. زين، وطن عمري طلع على الساحه باصدار ادبي لسعود طاثوب. نعم. في شيء ثاني ولا ان شاء الله؟ متى ان شاء الله راح يكون معرض الكتاب الجاي؟ بده عنوانه نفس بعد عنوان اغنيه، وانت رافض انك تغني قصايدك؟ لا مو عنوان اغنيه، بنشوف لنا فنان ثاني الحين عشان نحط الكتاب باسمه. حلو. تسويق عشان يمشي بنبيع تعرف. اقرب قصيده لسعود طاثوب بعيدا عن اللقاء بعيدا عن كل شيء، اقرب قصيده بك تقولها لك كنت نختم فيها اللقاء والبرنامج. أوكي. حبيبي ما قدرت إلا قدرت أبعد، تعبت أكمل أيامي معك تعبان، أنا الأحزن من الفرقة وأنا الأسعد، وأنا اللي يرضي العالم وهو زعلان، تمنيتك تحن وتمطر وترعد، ولكن الظما ما يرحم الظميان، يطيح الدمع من عيني وأنا أصعد لأعلى مرتبة في عالم الإنسان. يا ليتك كنت لا تحلف ولا توعد، لأن الكذب يبقى كذب مهما كان، سترت من الجروح
جروح ما تنعد، لأني كنت أحب أكثر من الإمكان، أحب الصدق، لو الصدق مستبعد، لأن الصدق شعبة من شعب الإيمان. سلامتك. الله. صح الله لسانك. يعني فراق هم نفراق وخيبات أمل. مطر اليوم بعد المطر مع طاري الفراق شيء حلو. الحب شيء جميل، ليش دائما نشوف الشعراء يربطون الحب بخيبات الأمل والفراق؟ لا بالعكس، عندنا يعني قصايد تلاقي واجد، لكن أنت تحبون الفراق. مجروح الكابر سلطاتو. مجروح الكابر. كشي منك جميل أكيد اليوم متعتنا بقصايدك الجميلة. شرفنا فيك سلطاتو كضيف، وكنت نجم ليلتنا في ليلة. الله يعافيك وأنتم النجوم. وعندي كلمة بس بسيطة بدي أختم فيها، يعني شكر وعرفان لحساب أنستا شعر للأمانة. يستاهلون والله العظيم، إن ينطر الفرصة اللي أرد للجميل بأي كلمة، يعني الكلمة إن شاء الله أثرها كبير، الاهتمام للشعر، للشعراء، للشعراء اللي إحنا والله يعني صرنا نشوفهم عن طريق حساب أنستا شعر بإدارة نعم. أخوي محمد أبو حيدر، عسى الله يوفقه إن شاء الله. نعم. شكرا لكم على شكرا أنستا شعر من القلب، شكرا على هذا الدعم لشعرانا في الكويت، وأيضا يعطيكم ألف 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 عافية، خصوصا لما تكون في أجندة أكيد. تدعم الطاقات الشبابية والشعراء نجوم أمثال نعم. سعود الطاثوب وغيره من الشعراء. محمد استمتعنا اليوم، شكرا لك شاعرنا الجميل سعود الطاثوب. محمد قصائد جميلة ختمنا فيها حلقة اليوم. مشاهدينا شكرا على متابعتكم لنا اليوم في ليالي الكويت، في هالسهرة الجميلة اللي كانت بثيم الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر. كل الشكر على متابعتكم. محمد تصبحون على خير. تصبحون على خير مشاهدينا.